بطبيعة الحال كنعرفوا جميع على أن في 2000 عند صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين كان اختيار الدولة أنها تمشي في اتجاه لا مركزي ولا تمركز بالنسبة لقطاع التربية الوطنية. وهنا غادي يجي المحطة اللي هي أساسية، محطة إنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية. القانون المنظم لهذه الأكاديميات أو المحدث للأكاديميات، القانون 0700، نص من بين ما نص عليه إضافة للإشراف على قطاع التربية الوطنية وعلى البنائات المدرسية وعلى الخرائط المدرسية وعلى البرمجة إلى غير ذلك، نص على أن يكون للأكاديميات رأس مال بشري خاص بها، يعني موارد بشرية خاصة بها. وحقيقة انتظرنا واحد المدة طويلة قبل أن 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 يترجم أن تترجم هذه المادة إلى واقع، بحيث أنه مع الدستور 2011 مع تنزيل الجهوية المتقدمة كانت الفرصة مواتية من أجل أن نعود إلى النص وننفذ ما تبقى منه. وتم التفكير آنذاك طبيعة الحال بدءا من 2016 في تمكين الأكاديميات من أطر إدارية وتربوية، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات العمومية بحال الوكالات الحضارية، بحال مثلا المحافظة العقارية، بحال المكتب الشافي الفوسفات وغير ذلك من المؤسسات العمومية اللي عددها في المغرب يتجاوز 160 مؤسسة عمومية. إذن هذه المؤسسات العمومية عندها أنظمة خاصة، ومن ضمن هذه الأنظمة الخاصة ما يؤطر الموظفين اللي تابعين لهذه المؤسسات. هكذا إذن جاءت الفكرة. فتضح على أن تنزيل الجهوية والدفع باللا مركزي واللا تمركزي إلى أبعد الحدود يقتضي بالفعل أن تتولى الأكاديميات ما دام عندها مجلس إداري، عندها ميزانيات تتصرف فيها، هي التي تبني وهي التي تشيد وهي التي تعمل على إصلاح المؤسسات، لما لا تعطاها إمكانية تضيف أطورها. هذا هو الباب، يعني هذا هو المسوغ القانوني أو الإطار القانوني الذي بدأت تشتغل فيه الأكاديميات. فكانت البداية سنة 2016 واحد بداية اللي هي بواحد القرار مشترك وقعه السيد وزير التربية الوطنية آنذاك والسيد وزير الاقتصاد والمالية. بموجبه تم توظيف المجموعة الأولى بين مزوجتين عن طريق التعاقد، ولكن هذه المرحلة طبيعة الحال كانت مرحلة مؤقتة فقط، مدتها سنة ونصف في انتظار أن يصدر النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات. بالفعل بدينا كنشتغلوا بالتوظيف يعني عن طريق العقدة في 2016 من أجل سد الخصائص الكبير اللي كان كتعرفوا المنظومة على إثر واحد الموجة كبيرة ديال التقاعد. إذن قلنا آنذاك لنوظف لنشغل هذه المجموعة بهذه الطريقة بالعقدة في انتظار صدور نظام أساسي للأكاديميات لموظفي الأكاديميات وفي انتظار دخول حيز التنفيذ، وهذا ما حدث.